الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، فأريد لها هدف سام نرقاه فنطوي الأكوانا. فتجردها وأصالتها قيم والخير بها زانا، وتكاملها في طاقات تدعم علما مهما كانا. فتجردها بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم باسم رئاسة جامعة ابن زهر بالمملكة المغربية بالشكر الجزيل للجهات المنظمة لفعالية هذا المحفل العلمي الدولي 13 تحت شعار نهضة الأمم بالابتكار وإدارة المعرفة والتحول الرقمي، متمنيا لأشغال هذا الحفل كامل التوفيق. ما جمعت منه القرآن. الأرض عليها منصات ومنصتنا أرفع شانا، تريد لها أخوتي الكريمة نائب رئيس جامعة مزور الدكتور الله يحفظكم. وأختم كلامي أن المغرب والحمد لله حكومة وشعبا أقوياء، شعب قوي، وسيخرج من هذه الأزمة بتضافر جهود الجميع لاحتواء هذه الأزمة. وكذلك أختم وأقول أن المصاب واحد، فمصابكم هو مصابنا. نتمنى لكم أوقاتا نافعة في هذا المؤتمر، وإن شاء الله يتم الخروج بتوصيات علمية نافعة سنتلوها في حفل الختام ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي 13. كل التوفيق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نفتتح هذا الافتتاح الرسمي للنسخة الإلكترونية للمحفل العلمي الدولي 13 الذي يعقد تحت شعار نهضة الأمم بالابتكار وإدارة المعرفة والتحول الرقمي. الابيليتي وحسب الجنس النوع يعني، وقال لي ان الاساليب التعليمية في اللي هي موجودة عندي الفصل اللي هي وجها لوجه او الفصول المعكوسة، وبدا يشرح لي ويقول لي اجمالي الطلبة هنا كانوا كذا واجمالي الطلبة. نترحم على كل شهداء درنا الذين قضوا نحبهم بفعل الفيضانات. الحقيقة متأثرين جدا، وتأثر الشعب الليبي طبعا والشعب العربي والشعوب الصديقة كلها بما جرى لهذه المدينة. من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة سجى معنا، سجى نعم. علي الرواحنة، أقمارا كانوا وبدورا وجلالا يحتضن النورا، في جو أضفت بهجته إشراقا فذا وسرورا، إشراقا فذا وسرورا.